العقل البشري بالفطرة يحب الأسئلة، وأكيد نشعر بالراحة بس نجد إجابات لهذه الأسئلة، لأن معظمها تجلس معلقة عشرات السنين، بالأخص أسئلة الطفولة. إذا طفلك يوم من الأيام سئلك سؤال، أنت ربما مشغول ما فيك حيل ترد عليه، أو السؤال محير لأن الطفولة فيها خيال كبير، بس عادة أنت إيش تكون ردودكم؟ أكيد ما أعرف يا ابني. في الحقيقة هذه إجابة شائعة عند الجميع، بس أنت عارف إنه بردك هذا ربما تقفل على طفلك باب كبير من الطموح، لأن الطفل يشوف الأب جزء من المستقبل اللي حابب يصل إليه، وما يعرف إنه مستقبله غير فيه إجابات لكل خياله، مش كده وبس، ربما يكون هو محرك ويحول هذا الخيال إلى واقع حقيقي. أنا مجيب الحروش، أستاذ مشارك في جامعة موسكو الهندسية، مطور مبتكر أجهزة طبية تساعد على التشخيص المبكر للأمراض المزمنة، وبحكي لكم اليوم قصة سؤال كان في مرحلة الطفولة وحدد مسار حياتي لهذه اللحظة. قبل ما يقارب 22 سنة كان عمري حينها لا يتجاوز 14، طفل من أبناء منطقتي أصابه المرض. في الحقيقة ما كانت فيه خطورة واضحة، تكاسل الأهل بعض الشيء بسبب مشقة الطريق، وبعدها قرروا يسعفوه ومن مكان لآخر دون فائدة، حتى وصلوا إلى الطبيب اللي كان الأخير في حياة الطفل. نعم، بعدها فارق الطفل الحياة. كل اللي عقلي أستوعبه حينها من كلام الطبيب إنه في شيء يخص البلازما لا أكثر. حزنت حزن شديد وسألت نفسي حينها سؤال، ليش ما يكون الطب سهل ودقيق وقريب من الجميع؟ ما كنت أعرف حينها إن سؤالي هذا قاعد فيه أرسم ملامح الطب الحديث اليوم، بس بالحقيقة بهذا السؤال أصبح لي هدف وكان يقودني بعد فضل الله للتميز. حصلت على المركز الأول على مستوى مديرية مقبنة، وحصلت على منحة دراسية كانت بالنسبة لي جائزة بحجم المعاناة اللي عاشها طالب ما رضي يستسلم بسبب انعدام مقومات النجاح. بدأت بعدها أتجهز للسفر، وبدأت معاها أكبر عواصف مرت في حياتي هي آراء غالبية الناس من حولي: لا تسافر، ثقافة غربية مختلفة، عنصرية، كراهية، حتى التعليم هناك يمكن ما يلبي طموحاتك. كلام الناس سبب لي شتات كبير. أراهم كانت مدعومة بشخصيات مرت من هذا الطريق، وحينها أصبح يشار إليهم بالجنون. ورغم الشتات اللي كان داخلي إلا أني سافرت، لأنه كنت على يقين أن سر النجاح بعد توفيق الله هو أنت، سفينة حياتك أنت اللي ضروري تقودها. إذا تريد النجاح حتما ستنجح، إذا تريد الفشل ما أحد يمنعك من السقوط. الحمد لله رب العالمين، وما دون 30 من عمري أتممت مسيرة 10 سنوات في مجال التكنولوجيا الطبية الحيوية، حصلت فيها على العديد من الجوائز والألقاب، أهمها جائزة التفوق العلمي ولقب العالم الشاب. وأنا اليوم أستاذ مشارك في أفضل جامعة هندسية على مستوى دولة روسيا، ومدير العديد من الأبحاث الهادفة لخلق أساليب حديثة تخدم صحة الجميع. بالطبع لأن أحلام الطفولة لا تنسى، والواقع اليوم أصبح يملك إمكانيات لم تكن موجودة في الماضي، التليميديسن والارتيفيشال انتليجنس والسمارت ميديكال ديفايسز والبريسيشن بيرسوناليزد ميديسن، هذه اليوم كلها كلمات رنانة في عالم الطب، توحي بتشخيص مبكر دقيق وتطبيب عن بعد باستخدام أجهزة ذكية رخيصة الثمن. ومن أجل أكون جزء من هذه التكنولوجيا المتسارعة اللي ارتسمت في عقلي قبل عشرات السنين، قرأت العديد عن الأمراض المزمنة لأنها تقتل بصمت.
أنتم تتخيلون أن الإحصائيات العالمية تقول إذا أخذت منكم 10 أشخاص لا قدر الله في واحد منكم مصاب بمرض الفشل الكلوي؟ نعم، أكثر من 800 مليون شخص اليوم مصابون بهذا المرض، للأسف غالبيتهم ما عرفوا إلا بوقت متأخر. الأساليب التقليدية اليوم اللي يستخدمها الطب للأسف ما تتيح التشخيص المبكر لمرض الفشل الكلوي، وأكيد كثير منا له أصحاب وجيران وأهل أكيد سرعان ما شخصوا بمرض الفشل الكلوي، سرعان ما أحيلوا إلى كراسي الغسيل الكلوي. هذه في الحقيقة معاناة أخرى اتقاسمها الدول الغنية والفقيرة وحتى كافة الفئات العمرية. قرأت عن هذا المرض أكثر من 3 أعوام دون كلل أو ملل، حتى أصابني اليأس في الحقيقة إنه ربما لن أجد جديد في هذا العلم. في الحقيقة القراءة جدا مهمة في حياتنا. إذا أردتم أن تكبر، وإذا أردت أن تكبر علما شخص هو أكبر منك سنا بس اقرأ أكثر منه. يوم من الأيام بالصدفة في مقر عملي وجدت كتاب يعود للسبعينات تتكلم عن وظائف الجسم المختلفة. فتحت الكتاب وإذا بصري يقع على نص يتكلم على التنظيم الكلوي، وهذا كان فكرة لجهاز طبي كنت على يقين إنه هذا الجهاز بيساعد مرضى الفشل الكلوي. بهذه الفكرة كنت أحد نجوم برنامج نجوم العلوم في الدوحة، ومن فكرة كانت على ورق إلى جهاز طبي رخيص الثمن سهل الاستخدام يتيح لمرضى الفشل الكلوي متابعة حالاتهم من منازلهم، يشاركوها أطباءهم اللي قد يكونوا على بعد آلاف الكيلومترات. ربحت جهاز تكلمت عليه الصحف والقنوات المحلية والعربية والعالمية. بالطبع ربحت قلوب اليمنيين اللي ساندونا، وكنت خير من يمثلهم كأول يمني يصل إلى هذه المرحلة منذ ما يقارب عقد ونصف من الزمان. وبالطبع شعرت بالراحة لأن السؤال اللي كان في مخيلتي عشرات السنين اليوم أصبح يملك إجابة، وأنا جزء من هذه الإجابة. وفي الختام أحب أشير إلى الجميع إلى الكلمات والقيم اللي اليوم موجودة معانا بقوة في TEDxTaiz 2023. قصة سؤال كانت رؤية بدأت من الداخل، خلتني أشعر بالمسؤولية والحب تجاه الإنسانية، فكانت المبادرة اللي تولد عنها هذا الإبداع والجمال. شكراً.